السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة تقنيات التعليم أونلاين. في هذه الحلقة سريعا إن شاء الله نشرح جوجل فورمز. جوجل فورمز هي نماذج يمكن استخدامها في عدة أمور، من بين هذه الأمور أن يكون نموذج لمثلا تسجيل مثلا طلاب، أو ممكن أخذ بيانات أو استطلاعات رأي، أو يمكن عمل اختبار أونلاين من خلال جوجل فورم. كما تعودنا نذهب إلى جوجل فورم من خلال هنا أو جوجل درايف. أذهب إلى جوجل درايف، من هنا أبحث في اليوتيوب عن جوجل درايف بهذا الشكل وأضغط، فالخيار الأول أقوم بفتح الخيار الأول، أو أذهب إلى التسع نقاط من هنا، أي تسع نقاط هنا في جوجل بهذا الشكل بجانب مثلا الإيميل، ستفتح لك تطبيقات جوجل، اضغط عليها واذهب إلى درايف. طبعا ممكن هنا تذهب إلى جوجل فورم من هنا نماذج جوجل، لكن نريد كما تعودنا نفتح من درايف حتى ننظم الملف. سأضغط على درايف، من هنا تفتح معي درايف. نحن هنا ما زلنا في يعني هذا المكان. المرة الماضية قمنا بالتدرب على جوجل دوكيمنت أو مستندات جوجل، الآن سنقوم بفتح مثلا هذا أو أقوم بعمل مجلد جديد، إنشاء مجلد جديد، وأكتب مثلا النماذج بهذا الشكل، فيفتح معي هذا المجلد. أقوم بالضغط عليه لفتحه بهذا الشكل، أحيانا تضغط عليه فلا يفتح، مطلوب فقط تقوم بإعادة تحميل الصفحة هكذا، وسيقوم بالفتح معك هكذا بالضغط عليه، ثم تضغط على كليك. تعلمنا أيضا تضغط على كليك يمين، ثم تذهب هنا إلى نماذج جوجل. طبعا شرحنا المرة الماضية مستندات جوجل، وبالنسبة للجداول والعروض سنشرحهما إن شاء الله. اليوم نشرح نماذج جوجل. تمام، يفتح عند الضغط عليه، يفتح لي هذه الصفحة الجديدة. تمام، هنا كما تعودنا أول شيء أقوم بعمل عنوان للنموذج، فأقول هنا مثلا نموذج التسجيل، يعني ستستخدمه باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، أي لغة، المهم يعني تطبق ما فعلناه هنا باللغة العربية. تمام، فقام بتغيير العنوان هنا. الفكرة هنا أنك هنا تضع أسئلة، وهنا عندما تقوم بإرسال الأسئلة للطلاب تظهر لك الردود التي قاموا بردها هنا، سواء كان اختبار أو نموذج عادي، وهنا الإعدادات تقوم بالتحكم في الاختبار. فإذا أردت أو النموذج إذا أردت أن تجعل هذا النموذج اختبار، تقوم بتفعيل هذا الخيار فيعطي لك درجات وعدة أمور، لكننا سنستخدمه استخداما عاديا الآن. تمام، بعد ذلك في نفس الفيديو إن شاء الله نقوم باستخدامه كاختبار. هنا في الأسئلة يقول لي ممكن تضع وصف، مثلا قم مثلا بملء هذا النموذج، وسنقوم بالتواصل معك. تمام، طيب هنا يقول السؤال الأول، سؤال بدون عنوان، أنا أريد مثلا السؤال هنا الاسم بهذا الشكل. تمام، هو طبعا عندما قلت الاسم قام بعمل الإجابة، نص الإجابة القصير. ممكن طبعا تقوم بتحميل صورة أو تغير نوع السؤال، فمثلا هنا نقول أريد عمل خيارات متعددة، أقول مثلا هنا النوع. تمام، فأقول مثلا هنا ذكر مثلا أنثى بهذا الشكل، بحيث يختار خيارا واحدا فقط. طيب، هل تريد أن يكون هذا السؤال مطلوب أو اختياري؟ أنا أريده مطلوبا، يعني يجب أن يجيب عليه. طيب، هنا يقول لك الوصف، ممكن تضع وصف للسؤال أو الانتقال إلى قسم استنادا إلى الإجابة، يعني إذا أجاب هنا على اختيار إجابة معينة ينقله إلى قسم مختلف، وده في النماذج اللي هي المركبة اللي يكون فيها أكثر من يعني مستوى في الإجابات، يعني ده بيكون مستوى متقدم. تمام، طيب هنا أقوم بعمل سؤال جديد، ممكن أقوم بالضغط هنا لتكرار أو حذف، أو أضغط هنا فأقول إضافة سؤال. تمام، هنا سأقول مثلا العمر. تمام، عندما كتبت العمر فقال لي نص الإجابة القصير، لأن العمر مش هيكون اختياري، هو سيكتب بيده. تمام، ممكن أعمل هنا التحقق من صحة الرد، وأتأكد إن الرد يكون رقم، يعني لو كتب حروف عربية أو أي شيء لن يقبل منه الإجابة، وأجعل السؤال مثلا إجباري. ثم هنا سؤال آخر، تمام، وليكن مثلا البريد الإلكتروني.
تمام، البريد الإلكتروني. طيب أيضا قام بتحويل الإجابة إلى نص الإجابة القصير، وهنا أجعل هذا مطلوب وأقوم هنا من التحقق من صحة الرد. يقول لي رقم، لا أنا مش عايز رقم، يكون ماذا؟ يكون نصا. طيب نص يعني إيه؟ نص يعني عنوان بريد إلكتروني، عنوان بريد إلكتروني. ممكن نقول له، يقول لك أو تظهر رسالة للمستخدم إذا كتب الإجابة بشكل صحيح، فتقول هنا نرجو كتابة البريد بشكل صحيح بهذا الشكل. تمام. طبعا هنا استيراد أسئلة، لو أنت عندك نموذج ثاني وعايز تستورد أسئلة، ممكن هنا إضافة نص عنوان ووصف بين مجموعة أسئلة، ممكن تضع صورة أو فيديو أو تقوم بعمل قسم بحيث الاختبار يكون أكثر من مستوى. تمام. فلو ضغطت هنا قسم نجرب، ما طبعا عمل لي قسم ثاني، نقول مثلا هنا مثلا أسئلة تخصصية، أسئلة تخصصية بهذا الشكل، وأقوم بعمل سؤال مثلا مثلا المؤهل الأساسي. تمام، المؤهل الأساسي، وأقوم باختيار الإجابة تكون لي ليست فقرة وإنما مثلا جعلها فقرة. تمام. نعم. أنا أريد الأسئلة لا تكون فقرة إنما تكون نص قصير. تمام، بهذا الشكل. مثلا أقوم ب خلاص لا أريد هذا السؤال أن يكون إجماليا، مثلا نقول المؤهل الأعلى، المؤهل الأعلى بهذا الشكل. ومثلا ممكن نفعل نجعل هذا خياريا، فنقول مثلا ليسانس، مثلا ماجستير، دكتوراه بهذا الشكل، أو نقول غير ذلك، إضافة غير ذلك، ويقوم بكتابة تخصص هنا كما يريد. طيب أنا خلصت نموذج، طبعا النموذج مش هيكون بالشكل ده، أنت تقوم بتغييره كما تريد ووضع أشياء تريدها، تريد أن يجيب عنها المستخدم لهذا النموذج. طيب الآن أنا أريد أن أرسل هذا النموذج، الآن يقول لي ممكن تغير تخصيص المظهر، ممكن تضع صورة في خلفية النموذج، ممكن ترفع صورة من عندك أو تضع أي صورة أنت تراها مناسبة. مثلا نحن في مثلا عمل المدرسة، أقوم بخيار اختيار هذه الخلفية تكون خلفية للنموذج. تمام. يقول لي اللون، عايز اللون اللي هو الجانبي، اللون اللي هو ده، ممكن أختاره مثلا بالشكل ده يظهر كده. تمام. أي تعديلات من هنا تقوم بعملها في النموذج. طيب هنا يقول لي معاينة، يعني عايز تشوف النموذج كيف سيظهر للمستخدمين، تضغط هنا فيظهر، يقول لك أنه المستخدم سيرى النموذج بهذا الشكل، سيرى النموذج بهذا الشكل، سيجيب على هذه الأسئلة ثم يدخل إلى القسم التالي. فلو مثلا هنا مثلا اخترنا ذكر مثلا، وهنا قلنا أجبنا هنا، ومثلا هنا كتبنا بهذا الشكل، انظروا لما كتبنا أي كتابة قال برجاء كتابة البريد بشكل صحيح الذي فعلناه هنا. فلو مثلا فعلنا هكذا خلاص، يعني هو قابل على اعتبار ان ده بريد، هو طبعا بريد خطا لكنه قابل لانه فيه ات وفيه دوت، فهو قابله. طبعا التالي، القسم التالي الذي بعد ذلك هنا المؤهل الاساسي، طبعا في المؤهل الاساسي تقريبا لم نكتب، نعم هنا الاجابه موجوده، نقول مثلا ليسانس لغه عربيه، وهنا مثلا المؤهل الاعلى دكتوراه، ثم يقول لي ارسال، قم بإرسال النموذج. أنا طبعا أرسلت النموذج لنفسي. تمام. فنذهب هنا ننظر، سنجد الردود، الردود أصبحت موجودة بهذا الشكل. ننظر هنا الذي أجاب، مثلا هذا البريد الإلكتروني الخاص به، وهذه البيانات التي قمت بإرسالها. يعني بمعنى ذلك أن أنا لو ضغطت هنا وأخذت هذا اللينك في الأعلى بهذا الشكل كوبي وأرسلته للمستخدمين، سيقومون بالإجابة على هذا النموذج بشكل سليم. تمام. أو ممكن أذهب إلى إرسال، أضغط على إرسال. طب إرسال يقول لي عدة خيارات، إما عن طريق البريد أو من خلال الرابط أو
يقوم بدمج هذا النموذج في لغة HTML لو أنت عايزه يكون مدمج في موقع إلكتروني، ممكن من خلال فيسبوك أو تويتر، طبعا هنا من خلال مثلا الرابط، ويعطيك خدمة هنا. الرابط كده طويل جدا، يقوم لك تقصير عنوان اليو ار ال، فتضغط هنا يكون العنوان قصير، تقوم بالضغط على نسخ وترسل هذا الرابط للمستخدمين، يقومون بالإجابة على هذا السؤال أو على هذا النموذج، ثم تقوم بالاطلاع على إجاباتهم. طبعا في أمور ممكن أنتم تجربوها في هذا النموذج طيبة جدا، مثل مثلا أنك تعمل تقييم مثلا، فمثلا سنقوم بإضافة سؤال مثلا، ونختار نوع السؤال اللي هو سيكون مثلا في طبعا تاريخ، فيه وقت، فيه شبكة مربعات الاختيار، في شبكة متعددة خيارات. يعني أضغط هنا مثلا يقول لي السؤال ماذا؟ مثلا تقييمك للمحاضرة، تقييمك للمحاضرة، تمام؟ الصف الأول هنا في هذه الصفوف، وهنا الأعمدة، الصفوف والأعمدة. فننظر كده كيف سيظهر. لو كتبنا هنا مثلا جودة الإنترنت، تمام، ده الصف الأول، والعمود مثلا هنا نقول 1 2 3 4 5، تمام. نشوف هو هيظهر لنا ازاي، بأي شكل، وبعدين نعدل كما نريد. لو ذهبنا هنا ننظر جودة الإنترنت، طب تعطي لجودة الإنترنت 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، تمام. طيب لو أضفنا شيء تاني هنا في الصفوف، قلنا مثلا المادة العلمية، تعطي كم للمادة العلمية؟ المادة العلمية، تمام. لو ذهبنا هنا وقمنا بعمل تحديث فقط للنموذج، سيظهر عند المادة العلمية تعطيه كم في المادة العلمية بهذا الشكل. طبعا يمكن يكون تقييم لمحاضرة، فيمكن أن تستخدم هذا النموذج لأكثر من شكل، تمام. هذا بالنسبة لي استخدام النموذج بشكل عادي. طيب الآن عايزين نعمل نموذج تاني ويكون اختبار، فنضغط هنا كليك يمين كما تعلمنا، ونذهب إلى النموذج جوجل، تمام. فتح لي هذه الصفحة، أضع مثلا هنا اختبار، مثلا اختبار المستوى الأول، اختبار المستوى الأول، وأضع هنا العنوان، العنوان الذي هنا، وأضع الوصف كما تعلم. طيب بداية هروح للإعدادات وأقول له جعل هذا اختبار، سأجعل هذا اختبار. طيب يقول لك عدة إعدادات في الاختبار. طيب عايز النتيجة تظهر أو الدرجات تظهر للمستخدمين مباشرة بعد كل إرسال، ولا بعد في وقت لاحق بعد المراجعة؟ تمام، لا أنا مثلا عايز النتيجة تظهر مباشرة، أختار هذا الخيار. طيب في وقت لاحق بعد أنا مراجع يدويا وكده، فأختار هذا الخيار بهذا الشكل. طيب يقول الأسئلة غير الصائبة، يمكن للمجيبين الاطلاع على الأسئلة التي تمت الإجابة عنها بشكل غير صحيح، تمام. عايزهم يشوفوها الإجابات الصحيحة، يشوفوها قيم النقاط، يشوفوها. طيب نقاط تلقائية للأسئلة، يعني كل سؤال عايز يكون له كم نقطة، أنا مثلا أريد نقطتين لكل سؤال، تمام. هنا في الإعدادات طبعا إعدادات عامة، يقول لك جمع عناوين البريد، يعني هو تلقائي عندما أنت تفتح النموذج في هاتفك، فهو يأخذ عنوان البريد الذي أنت سجلته بشكل صحيح سليم دون أن يدخله المستخدم، تمام. فدي ممكن تفعلها أو لا تفعلها. هنا الإعدادات التلقائية، بعض الإعدادات التلقائية مثلا جمع عناوين البريد الإلكتروني تلقائيا، أو الإعدادات التلقائية للأسئلة، زي جعل الأسئلة مطلوبة تلقائيا، إن كل الأسئلة تكون مطلوبة، كل الأسئلة تكون مطلوبة، تمام، انه يجب ان يجيب على كل الاسئله. يعني هذه اعدادات تلقائيه لكل النماذج، تمام. طيب احنا خليناه خلاص اختبار، فروح هنا خلاص طلب منه هنا وضع البريد الالكتروني بشكل اجباري، لازم يضع البريد الالكتروني. طب انا مش عايز الاعداد ده، اروح هنا واقوم بحذف هذا من هنا واعود للاسئله، خلاص هو مش هيطلب منهم البريد بشكل اجباري. طيب اضع هنا مثلا الاسم، تمام، خلاص، ومثلا عايز اطلب منه البريد واخليه اجباري واطلب منه البريد الالكتروني، تمام، زي الفل. بعد كده اعمل قسم جديد علشان الاسئله تكون لوحدها، اعمل هنا القسم. خلي بالكم هنا في الاسم
فين الإجابات؟ وطبعا حتى ده داخل في الأسئلة، لكن أنا مش عايزه يعتبره كسؤال هروح فين؟ أروح لمفتاح الإجابة، تمام؟ وأخلي الدرجة هنا صفر. أخلي الدرجة هنا صفر، تمام؟ وهي صفر كما هي. المفروض إن إحنا وضعنا الدرجات هنا قيم النقاط 2، تمام؟ فالمفروض يحط تلقائي 2. طيب لو رحنا للبريد برضه عشان أتأكد إنه مش عاطيله أي إجابات، تمام؟ خلاص. طيب اروح للقسم الثاني هنا الاختبار. مثلا هنضع طبعا سؤال او اثنين سريعا، نضع هنا السؤال الاول ونقول مثلا جمعوا كلمه، طبعا ده اختبار سهل جدا، انت براحتك يعني تقوم ب جعل اختبار وتغير الاسئله وانماط الاسئله واشكال الاسئله وتضع لو 100 سؤال لا باس. طبعا هنا يقول خيارات متعدده، ساكتب مثلا هنا كتاتيب، أكاتيب مثلا كتب بهذا الشكل. طيب السؤال الآن، منين جوجل هتعرف الإجابة الصحيحة فين؟ أنا اللي سأضع الإجابة الصحيحة أولا، سأل عن السؤال المطلوب، بعد كده أروح لي شايفين مفتاح مكتوب هنا نقطتان. لو رحنا هنا في الأعلى مفيش، ليس هناك نقاط لأنه مش سؤال، تمام؟ طيب هنا يقول لي نقطتان لهذا الإجابة. طيب أنا عايز اختار الاجابه الصحيحه، ساضغط على مفتاح الاجابه واختار، اضع هنا علامه صحيح بهذا الشكل، تمام؟ ليس هنا مثلا، لا هنا الاجابه الصحيحه كلمه كتب، تمام؟ ثم اضغط على كلمه تم من هنا، فاصبح ده سؤال وعليه درجتين. طيب افتح سؤال ثاني بهذا الشكل واكتب مثلا مضاد يضحك مثلا، تمام؟ واخليه من هنا يلعب يبكي، تمام؟ طيب اختاروا الإجابة الصحيحة من هنا من خلال الضغط على مفتاح الإجابة، واختاروا الإجابة الصحيحة يبكي. ممكن أخلي ده درجة واحدة أو درجتين، مش مشكلة عندي خالص، أخليه 4 درجات، أختار على أضغط على تم وأخلي السؤال إجباري. الآن أنا كملت السؤال، حطيت 20 30 على حسب عدد الأسئلة اللي أنا عايزها، تمام؟ أضغط هنا، ممكن اضع خلفيه من هنا، طبعا يقول لي اختيار صوره، ممكن اختار صوره جاهزه او ارفع صوره من عندي من الجهاز الخاص بي، تمام؟ من خلال تحميل صوره، لو انا عايز مثلا اخلي بقى الصوره فيها الشعار وفيها اللوجو او اي شيء، او اختار صوره من مستندات جوجل او اي شيء، تمام؟ اقصد من جوجل نفسها، صور جوجل، تمام؟ طيب نفتح الاختبار هكذا بهذا الشكل. ممكن طبعا كما قلت لكم اختار اللينك اللي في الاعلى ده واخده كوبي وابعته للطلاب، او اروح لارسال واذهب الى المشاركه من خلال اليو ار ال اللي هو اللينك، واقوم بعمل تقصير عنوان يو ار ال واخد ده نسخ بهذا الشكل. لو رحنا هنا في جوجل ووضعنا هذا اليو ار ال اللينك بهذا الشكل سيفتح لي الاختبار. الاسم مثلا ساكتب صفوت، البريد مثلا اكتب صفوت. طيب ايه ده؟ ليه هنا ما قاليش انه البريد خطأ؟ لان انا ما عملتش تحقق، فهو ما يعرفش ان انا اقصد البريد. طب لو رحنا تاني وعملنا من هنا تحقق، تمام؟ وقلنا هنا ضغطت على 3 نقاط وقلت له تحقق من صحة البريد، واقول له انا اريد نص واريد يحتوي على عنوان بريد، ويقول نص مخصص، يعني نص يعني لازم يكون فيه النص ده اللي هو ايه؟ اللي هو اغلب اي بريد غالبا بيكون فيه ايه؟ دوت كوم، عشان اتاكد ان هو كاتب بريد صح مش كاتب اي كلام، فاكتب مثلا دوت كوم. لو انا عايز مثلا بريد جوجل بس اكتب جيميل دوت كوم، لن يقبل اي شيء الا اذا كان فيه مكتوب ات جيميل دوت كوم تمام. طيب لو حذفت ده كده، تمام، قال لي لازم ات جيميل دوت كوم، هكذا جيميل دوت كوم، انه لازم يكون بريد على العموم. لو رحنا انا اجيب طبعا الاختبار، لو ذهبت الى التالي يقول لي جمع كلمه كتاب مثلا، انا اختار كتب، تمام. مضاد يضحك انا اكتب مثلا، اختارها بشكل خطا يلعب، تمام. انا خلصت الاجابه عن السؤال عن الاسئله، اضغط على ارسال، تمام. يقول لي لقد تم تسجيل ردك، هو هنا اجاب لي عن الاختبار، فاضغط هنا على عرض النتيجة، عايز أشوف النتيجة بتاعتي، فأضغط على عرض النتيجة،
تمام، يعطي لي هنا الدرجات فيقول لي انت اخذت 2 من 6، لان عندي ادي السؤال الاول اجبت عليه بشكل صحيح، السؤال الثاني خطا، فيقول لي انه الاجابه الصحيحه هي يبكي. انا هنا مستخدم، او اللي انا اللي فعلت قمت بعمل هذا النموذج، فظهرت لي الاجابه هنا، يقول لي انه الملخص ده لكل الطلاب، لكن انا عايز اشوف كل طالب لوحده فاجيب فردي، واظهر هنا ان الطالب صفوت، شوف ان الطالب صفوت، البريد بتاعه اللي هو ده حصل على 2 من 6، السؤال الاول اجاب عنه بشكل صحيح، السؤال الثاني اجاب عنه بشكل خطا. طبعا ده شرح بشكل سريع، انت عايز لما الطلاب يجيبوا عن النموذج، سواء كان هيبقى نموذج عادي ملء بيانات او هو اختبار، عايز ياتي الي اشعار بالبريد اللي انا سجلت بيه ده على البريد، انه في فلان او في شخص قام بتسجيل النموذج، ساضغط هنا من على الردود، شايفين احنا في الاسئله، اروح على الردود واضغط على الـ3 نقاط واقول الحصول على اشعارات بالبريد الالكتروني للردود الجديده بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هنا اقوم بفتح الاجابات في جوجل شيت، ده اللي احنا ان شاء الله نتعلمه فيما بعد ان شاء الله، بحيث ان انا اشوف البيانات دي تتجمع في جوجل شيت واستخدمها بشكل مختلف ان شاء الله، وابني بها اشياء كثيره جدا، هذا ما سنتعلمه باذن الله فيما بعد. ارجو ان اكون قد افدتكم بشيء، لو في اي استفسار اي شيء انا في خدمتكم دوما باذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.